اليوم موضوعنا شوي بسيط عن الأرقام اللي موجودة على الساعات. في ثلاث أنواع أرقام وراح نتكلم بشيء يعني جزء مبسط إن شاء الله. الأرقام الإنجليزية أو الأوروبية اللي احنا نشوفها نستخدمها اليوم أساساً اسمها أرقام عربية لأن طوروها في بغداد العرب ومكانوا ماخذينها أساساً. حسب ما قريت أن أخذت الأرقام من بغداد وانتقلت إلى أوروبا وكان الطليان أول من حولها إلى أرقام أوروبية. فعشان كذي الأرقام العربية اللي اليوم نشوفها إحنا هذه ما هي أرقام عربية، هذه اسمها أرقام عربية شرقية. ولكن Arabic numerals أو الأرقام العربية هي الأرقام الإنجليزية أو الأرقام الأوروبية اللي إحنا نشوفها اليوم. طيب إذا شنو الأرقام العربية اللي إحنا نشوفها نكتبها إحنا؟ هي أرقام ذات علاقة بالأرقام الهندية، إنزين، أو الأرقام الهندية الشرقية، ولكن اسمها أرقام عربية شرقية. ترجعون على الجدول اللي حطيت لكم إياه، الأرقام الهندية فيها اختلاف بسيط عن الأرقام العربية الشرقية. يبقى آخر نوع أرقام يستخدمونه في الساعات وهو الأرقام الرومانية. إذا عندنا بالساعات ثلاث أنواع أرقام يستخدمونهم، هي الأرقام العربية Arabic numerals واللي هي الأوروبية. إذا بعدين عندنا الأرقام العربية الشرقية اللي هي أرقامنا إحنا، وآخر شيء الأرقام الرومانية.